في ايه تاني؟ طبخين ايه تاني يا شليمان؟ انا متهيألي يا فندم كافيار لو جه مع المنهاتن يبقى ظريف. لا لا انا كاسب. من مين يا فندم؟ من اللي بيقول عليه. هو مين الكافيار بيه ده؟ الموظف هنا ولا كافيار بيه ده مين يا فندم؟ انا ما اعرفش بقى وقت خالص بالاسم ده. ستك بتقول كافيار يجي. اه يجي طبعا. لا لازم يجي طبعا. لا ما يجيش بقى. يعني ما يجيش. لا يجي. لا تيجي مراته. اه ده ما هو كده لوحده. لا هو مين ده اللي معاه؟ هو السي كافيار بتاعك ده. كافيار اللي انا اعرفه ده ما عندوش مراتات خالص. امال ايه ده؟ كافيار اللي انا بتكلم عليه ده اكله مش راجل ومعاه مراته. انا عارفها بس ايه هي؟ كافيار اسمه برنس كافيار. بيت السمك. بيت السمك. بس السمك. حلو هات لنا بيضتين يلا كفايه. انا بيضة والاولاد بيضة. لو النبي عشان خاطري خليهم خمسة. ايه دول خليهم خمسة؟ انا عايزة خمسة. بيضتين واحدة مسلوقة وواحدة مقلية. سو برنس. اي. بس السمك قد كده اهو. اسلق واحدة زي وقلي تانية زي. بعد اذنك يعني. في بيضة قد كده؟ السمك يبان وحدك عارفة. في حد يبيض بيضة قد كده؟ بيض سمك ايه يا مان؟ سمك اللي قد كده تبيض بيضة قد كده؟ والله بيض سمك يا سمو برنس. بتسرح بيا انا؟ والله العظيم ابدا يا فندم. بس بيض سمك. السمك اللي قد كده ام الست زعانف طول النهار تتدلع في الميه وجنب الحيطه تحزق تنزل بيضة قد كده. ها؟ وانت بتحزق المسألة مش لا ما بسمعش يا تبيض يا ما تبيضش. ما هي بتضحك كده. لا ما تبيضش. انا اللي مش عارف يعني الفرخة اللي بتتهري طول النهار. الفرخة حاجة ودي حاجة. ماشي يا كبدي وبيضة محترمة كده يا فندم. الفرخة حاجة والسمكة حاجة. انتوا بتاكلوا البيضة؟ والله العظيم ما بناكل حاجة يا سمو برنس. ازاي؟ اصل الفرخة بتبيض بيضة واحدة انما السمكة شغالة طول النهار. اه ليها ظروف بقى. اه موقفها خاص بتاعي. هات لنا 1500 بيضة نسقساهم على الريق انا والاولاد. 1500؟ ايوه. طبعا حوالي 1500. لا هنعدهم. نعم.